الفراخ، هنعملها بقى حاجه كده ايه لذيذه، هنعملها بالبصل والاناناس مع القراصية والتتبيله بقى الحلوه. والميزه بقى في الموضوع التتبيل الحلو. طبعا عايزين برضو نتكلم شويه عن فوائد القراصية بقى يا انتي. بصراحه القراصية دي انا ما اقدرش اعيش من غيرها، لانها فعلا اولا مغذيه جدا، ثانيا ملين طبيعي. انا بنقعها كل يوم بالليل مثلا، واقوم الصبح اشرب العصير بتاعها واكلها. صح، ملين طبيعي جدا. بالزبط. ملين رائع وطعمها حلو، والفيتامينات بتاعتها كلها حلوه جدا جدا جدا. بجد والله لو خدتوها كل يوم طبعا احنا على البحر، فايه تحفه. فصوت اللانشات بقى وصوت الحركات وبتاع. دلوقتي هحط بقى البهارات اللي هي ايه، ميكس بهارات. واو يا نورة دي هتبقى ايه. وهنحط بقى معانا الجنزبيل. الجنزبيل ده اساسي في كل حاجه، بيطلع حلو جدا يا انتي. وبعدين بيدي الفريش كمان ده، حتى بتشربيه عادي. ايوه، انا كنا لسه عاملين برده شويه وصفات حلوه قوي بيه. احنا عايزين نعمل زي الفلبينيه اللي عندي على طول، تحط تشرب كل جميع الاكل، تطبخ لوحديها كده ومدخنه واخده اكلها على طول. عارفه حاجات كده بتعمل اكل كله صحي بالجنزبيل. روعه. ليمون ومع عصير الاناناس. ليمون مع عصير الاناناس. انتي معلش تجيبي لي بقى، انا عندك البهارات بتاعتنا الحلوه. كده انا عملت الثوم وعملت الدلع بتاعت نوره دي. ثوم وبقى شويه فلفل ملون مع الكزبره والبقدونس. الله يا نوره. يطلع بقى ايه حلو قوي. وبعدين برده نحط معاه شويه زيت زيتون. يا بنات خلي بالكم، دي حاجات بسيطه جدا جدا وتتعمل في 5 دقايق. وطعمها هيعجبكم جدا جدا وخفيفه كده. وبعدين ايه، ابدا بقى اقلبها. بصوا نقلب الايه الصوص كده بتاعها. حابين تعملوها بالزبده زي ما انا هعملها كده تبقى مشمره معانا اوكي. حابين تعملوها بشويه زيت الرز كمان، دلوقتي هو طالع هايل كويس جدا زيت الرز اهو كده. تطلع معانا بقى ان شاء الله حلوه جدا. اسلميلي يا انتي. احط بقى ايه الزبده. الغدا حلو قوي بصراحه. اهو احنا كده وجبه ايه كامله. نحط الزبده معانا واقوم بقى ايه. الروائح يا جماعه تجنن. الاناناس بقى لما بيتشوي. ايوه نتلسوع شويه. هتلسوع ولا حاجه؟ نتلسوع شويه. ناخد ياخدوا بس الشاويه بتاعته في الطشه. طب انت تعالي حياتك هنا ونتكلم بقى. كنا عايزين نتكلم برضو كنا بنتكلم امبارح على الشباب على الفيسبوك وان السوشيال ميديا برضو ايه النقد الفظيع للبلد، وان كل الناس عماله تتكلم على الحاجات الوحشه بس اللي هي ما فيش اي كلها نيجاتيف حاجات سلبيه. يعني بجد اغلبيتهم شباب. انا والله العظيم بنحزن احنا على الحاجات دي، لان بره المفروض ده يبقى المنظر بتاعنا. كل الناس شايفه كل حاجه دلوقتي. انت قاعدين بس مباشر على العالم كله. صح. على فكره ما فيش، احنا معانا جنسيات 200 جنسيه ومحدش ابدا بيعيب في بلده زي ما احنا بنعمل. فاحنا حتى عايزين ممكن ننقد بشويش من غير ما انسلتي من غير شيء. يعني اكيد موجود، اكيد كل بلد ليها عيوبها. بلد اننا ازاي يعني رئيسنا حبيبنا مثلا حكومتنا، نقول اللي احنا عايزينه من غير غلط. دي بصراحه يا جماعه احنا بره بكل الناس بتلومنا. والله لو يعرف الناس قد ايه احنا شكلنا بيبقى وحش بره ما يعملش. مش هيعملوا كده. كل البلاد فيها جنسيات من جميع الجنسيات عندهم مشاكل قدنا 20 مره. قلبوا بقى. بس يعني احنا عايزين الشباب. بصوا بقى لما ايه يتشوي. بصوا الريحه يا جماعه، ريحته تجنن. فبجد بس لازم يعني يا جماعه ناخد بالنا من الحاجات دي. والشباب اللي عندهم بيحبوا البلد بجد بجد، دي حاجه مطلوبه عندنا. ونفسي فعلا ان احنا ما حدش ينتقدنا، احنا ننتقد نفسنا ونحسن من نفسنا بينا وبين بعض. بالظبط. بالايجابيه يعني. انا اعمل انتقد عشان احسن. لا ماشي. حتى مش انتقد عشان في السواقه في بتشتري حاجه بتعملي حاجه. فين يا جماعه الذوق زمان الرجاله تقف للستات كده ويبقوا تاتشات مع بعض. يبقى انا بناشد بقى الرجاله والامهات. انتوا بتعيشوا زمن زينا. لا انا بناشد الامهات اللي دلوقتي جايبين ولاد ان هم يربوا ولادهم زي زمان على الخير، على الطيبه، على ان احنا نساعد بعض. بجد. لا لا محتاجين والله. يمكن الموضوع ده جدا شباب. انا تعبانين عليا والله، تعبانين عليا. انا حسيت اصلي بكده. انا حسيت بكده المحبه والصفح ومعلش واكيد مش قصده واكيد. لا كله بقى ده زي ما ده اكيد عمل كده. فانا هعمل البلد هتموتنا، البلد هتعملنا ايه يا جماعه. مش كده والله العظيم. انا بجد دي نصيحه وكويس ان اديتني فرصه ان اقول الكلمتين اللي هم واقفين هنا. لان فعلا ومن عمايل ايديا بنقول ان احنا عايزين نربي الاولاد بجد على ان هم يكونوا والبوزيتيف. وحتى لو حاجه وحشه ويقلب الصفحه وابتدي من جديد. لا ونحسن الحاجه الوحشه دي نحسنها. والله عايزه اقول لكم حاجه بقى، ان انا مثلا مامي انت عارفه
جدتك. نونا طبعا دي نونا الاسطوره. اه دي عامله ان اي حد كان يعمل لنا حاجه وحشه ندعي ده هو حلوه واحده بس، يا ربنا يبعده ويسعده مع السلامه. خلاص خلصت، يبعده ويسعده، بندعي له ان هو خلاص اوكي مضر يبعد عننا بس ويسعده فيتلهي السعاده كلها بس بعيده عننا. بالظبط كده. خلاص يا جماعه مش بقى اعمل فيه واعمل فيه اعمل وسوي يعني وانت مش عارف ايه. يعني الواحد بيبقى حزين جدا لما يبقى الناس عندها قلبها مش حلو. لا ما بقاش القلب طبعا زي زمان، النفوس ما بقتش صافيه زي زمان. بس انا شايفه لا، احب اقول لك انتوا جيلكم احسن مننا مليون الف مره. مين مننا احنا بقى عنده ابتدى بالفيلل وابتدى بالسينيهات وابتدى بكل حاجه موجوده بالانترنت الفظيع الفاسيلتيز الموجوده. احنا كان يجي لنا السيكه الملونه دي كنا ننام نشمها نحلم بيها. كمان نورا مش كله احسن مننا مليون الف مره. يعني بجد نفسي بقى الجيل ده ربنا يرطب بيه يعني بصراحه. اهو كده والطبيخ اهو على الهوا وبنعمل حاجات حلوه وسهله. كان زمان بقى حاجات من دي مفيش. كان زمان هو حط ده على ده ويطلع كده وخلاص. لا كان طبيخ مثبت وحاجات جامده يعني. هنحط بقى القراصيه نشويها معاهم. يا جماعه تجنن وطعمها بيبقى تحفه. لا شكلنا هناكل اكل النهارده مش اوكي. مش بضحك عليكم. لا لا لا, لا. النهارده انا مش بضحك عليكم. كفايه رز معمر. اه بصي بقى انا كمان انا قاعده. لا انا قاعده مستنيه ده. ده كده حاجه زي بتاع اللي هو الفلاحين اللي هو من العزبه والحاجات دي بالظبط. هيبقى في البرام نفس الشكل نفس الطعم. وهتدعوا لي على فكره وتقدر نورا طبعا يعني. لا طبعا. اهو بصوا بقى كده تحفه. لو شميتوا الفراخ الفراخ دلوقتي الساعه 6 بس ما اتغديناش يعني عشان عارفين. ما هو احنا بنسيب اسناننا على هنا. ماشي يا نورا. كده بقى بصوا. والحلو ان الكافيه كيك الثانيه اللي عملناها دي ممكن برضه ناكلها من الحلقه الجايه بقى اللي. اوكي بصوا كده بقى معانا عملنا مع بعض الرز المعمر ودلوقتي بنعمل الوصفه الثانيه. خلاص قربت تنتهي. الاول شويت الاناناس، بعد كده تبلت الفراخ زي ما انتم شفتوها سبتها شويه منقوعه في التتبيله اهم حاجه تسيبوها شويه، وبعد كده شوينا البصل وحطيت القراصيه وبعدين تتشوي شويه وتتقلب على الناحيتين تستوي معانا وبالهنا والشفا تطلع حلوه جدا جدا. نرصها بقى وايه وتطلع لكم طعم وريحته. كل نص ساعة بتكوني خلصت كل حاجة. دي حلوة جدا. ما هي ميزة بصراحة الأكل السريع هو كده. حاجة جديدة وطعمه حلو بالظبط وسرعة بسرعة وممكن يكون كمان متوفر فدي بتبقى إيه حاجة كويسة. أهو تعالوا كده إيه. طب وعايزين برضو نعرف يا أنت حضرتك إيه الحاجات الهوايات بقى بتاعتك؟ عارفه انا بشتغل انا تيتشر لكي جي 1 وكي جي 2. ايوه مدرسه جميله. يعني حبايبي الحلوين الصغيرين احب قوي اربي اللي من كي جي 1 اللي هو بيبقى صفحه اللي من الاول صفحه بيضه بفته بيضه بتحطي منه بجد بتحطي انت كل حاجه صح من الاول خالص. فبجد الولاد دول بيطلع منهم يا نوره حاجات ما تصدقيش فعلا ما شاء الله. يعني زي ما بتحطيه بفته بيضه واحنا اللي بنقول لي بيروح البيت يقول الكلمه كلمه من اللي انت بتقوليها. عيب نقعد كده يعني الاتيكيت اهم عندي من اي تدريب حاجه ثانيه. انا مثلا الاكتيفيتيز وكده الرقص والغنى والاحتفالات والحاجات دي. ايوه بس لا تتخيلي الولاد بيجي منهم حاجات بيجي منهم طبعا انت صح يعني ما نقاسش ازاي حتى يدخل الحمام ازاي طريقه الاكل ازاي يقعد الاتيكيت بقى ما بيقعد كل حاجه الاتيتيود بتاعه كله صح. لان بيجوا من البيت الحقيقه الولد ده مرايه البيت بالظبط. لو اكل وما مسحش ما غسلش ايده عرفتي ان الام ما ربتوش انه يغسل ايده. لو دخل التواليت وما الحمد لله انا تعبت في التربيه بجد. التربيه دي مهمه جدا الحمد لله في السن ده صح. انا معاكي جدا 100% يعني. انا طبعا ابني عمر طبعا ما شاء الله هو دكتور كبير يعني دلوقتي. بس يقول لي فاكره كنت بتعملي فينا ايه زمان؟ عمر طلع معايا متربيين الحمد لله. دي اهم حاجه.